من أول ما بلشنا نطير فوق فلسطين، وأنا أقول فوق فلسطين، كل مرة أطير فوق فلسطين أصور جبال فلسطين، فكانت حسرة في القلب. كنت أنا دائما خالج لنفسي بأن أتحدث وأقول الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ليس في هذاك اليوم، ولكن في ذلك اليوم بالذات كان معي جالية أجنبية كبيرة، سبحان الله، قدر الله وما شاء فعل. فقررت أن أقول بيني وبين نفسي أننا اليوم سوف نمر فوق فلسطين، دولة فلسطين، وإلى الشمال منها القدس عاصمة فلسطين. حتى أنا حكيت لزملائي، قلت لهم يا شباب أنا راح أعمل شغلة أنا المسؤول عنها، وجهت هذه الرسالة، ويشهد الله، يشهد الله، كنت أقولها لوجه الله خالصة. وعندما انتهيت توجهت إلى الله، قلت يا رب كانت هذه خالصة لوجهك وللقدس فتقبلها، فتقبلها الله سبحانه وتعالى. في لحظتها ما صار إشي، لأنه أنا بغرفة القيادة وشغلنا محركات الطائرة وانطلقنا. طبعا بعدين جاني المضيفين، وأحد المضيفين قال لي والله يا كابتن بعض الركاب سفقوا وبعض الركاب امتعضوا من القول. فكانت أنا حاب أنه رسالة نوصلها للركاب عشان يوصلوها لشعبهم لحكوماتهم، ولكن سبحان الله أحد الركاب قام بتسجيلها، لأنه بعد تسجيل الطائرة لمدة الإقلاع حوالي نصف ساعة ولا يزال تليفونه مشبوك، فبعثها لناس والله أعلم لمين، فانتشرت سبحان الله. وأقول هذا بتقدير الله عز وجل، وكشركة نعتز وأفتخر بالملكية الأردنية كما ذكرت سابقا. الملكية الأردنية تعني شقين، هي التاج الملكي والأردن. من الشركة كشركة لم يوجه لي أي شيء، ولكن كان من شخص هو رئيس دائرة العمليات الجوية الكابتن غسان عبيدات، نعم بعث بتنبيه لجميع الطيارين حتى يمنع الآخرين، ربما يمنع الآخرين أنه لا يكرروا اللي حكاه يوسف الهمنان. وتكلم معي في أمريكا وقال لي عادم يعني إذا بتقدر يا كابتن إنك ما تتواصل مع الميديا، فقلت له أنا لا نامت أعين الجبناء صراحة، إذا صنحت الفرصة سأكررها وأكررها وأكررها.